للحديث أكثر في حيثيات الخبر ينضم إلينا عبر الخطوط الهاتفية الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات والأستاذ في جامعة فلسطين التقنية الدكتور عمر فطافطة. أهلا بكما أستاذ عريقات، لنبدأ معك بين خطورة ما ذكرته صحيفة معاريف وما قاله المتحدث باسم الجيش، هناك فرق شاسع في النسب والأرقام والنتائج، ما الأقرب منهما للحقيقة في رأيك؟ دائما الحقيقة ضائعة عند وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولا يمكن لهذه الحقيقة أن تظهر، وخاصة أنه يعني إسرائيل معروف عنها منذ عملية طوفان الأقصى حتى اليوم هناك مقص الرقابة العسكرية، وهناك مصطلح منع من النشر ويمنع الصحفيين من الوصول إلى أي مكان يمكن أن يحصلوا فيه على معلومات حتى لا تتسرب المعلومات، وخاصة أنه يعني الجبهة الداخلية الإسرائيلية تغلي دون أن تعرف حقيقة ما يجري في أرض المعركة. لذلك حينما تكون الحسابات ليست متوافقة مع الموقف الإسرائيلي أو مع مواقف القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل تبقى غامضة، وحينما لا يعني تكون لمصلحتهم كما جرى اليوم، يعني حينما أفصحوا عن بعض المعلومات صحيح أنهم يعني كذبوا في المرات السابقة حينما أعلنوا عن النسب، ولكن أيضا دسوا السم في الدسم كما يقال، يعني حاولوا في البداية قزموا الصواريخ الإيرانية وقزموا قدرتها وفعاليتها وأنهم تصدوا إلى 99% منها صحيح. اليوم تراجعوا وقالوا أنه 84% وربما مستقبلا يقولوا 50 و40، ولكن أيضا يعني في بعض المعلومات حمالة أوجه، يعني ماذا يقصدون حينما يقولوا بأنه هناك صواريخ أو صاروخ كان قد أصاب مفاعل ديمونة، ومعروف يعني مفاعل ديمونة هدف حيوي استراتيجي، يعني بالتأكيد هذه من ورائها يعني أشياء كثيرة لا يمكن الإجابة عليها إلا من الإيرانيين أنفسهم الذين يعني كان لديهم بنك الأهداف والذين قصفوا بالصواريخ وبالمسيرات. وأنا أعتقد أنه يعني هناك شك بأن نتنياهو يريد أن يستعطف الولايات المتحدة الأمريكية ويستعطف تحالفه من وراء دس هذا السم كما قلت في الدسم وبث هذا الخبر. أما عن الخسائر، أنا بتقديري هناك خسائر حقيقة تخفيها إسرائيل وستخفيها ولن تظهر على أرض الواقع إلا بعد مرور سنوات طويلة. لكن ما لفت نظري اليوم هو تركيز إسرائيل على أن يعني مفاعل ديمونة تم استهدافه من الإيرانيين، ومعروف أنه نتنياهو منذ جاء للحكم في عام 1996 يعني أحد الموضوعات المهمة في حملة الانتخابية هو القضاء على المشروع النووي الإيراني ومنع تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية. يعني نتحدث عن 30 سنة ونتنياهو يحاول منع إيران من الحصول على السلاح النووي ومنع تطوير قدراتها الصاروخية، ويوم 14 نيسان جاءت الفرصة، يعني إيران أعلنت منذ الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق بأنها سترد، وكان واضح وأبلغت أمريكا وأبلغت الإسرائيليون عبر طرق متعددة أن إيران جادة في الضرب، وكان هناك اجتماعات متواصلة لمجلس الحرب الإسرائيلي واستعدادات كثيرة وتحضيرات وتهديدات، ولكن حينما انطلقت الصواريخ وانطلقت المسيرات وقف نتنياهو وجيشه صامدين ينتظرون من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائهم أن يتصدوا لهذه الصواريخ ولهذه المسيرات. هذا يعني نتنياهو لم يكن في وارده المشروع النووي الإيراني، ولم يكن بمقدوره حتى أن يعطي أمرا للجيش الإسرائيلي أن يكون هناك قصف معاكس على المنشآت النووية الإيرانية. فماذا جرى اليوم؟
الصحوه التي يعني حصل عليها وسائل الاعلام الاسرائيليه لتقول ان احد الصواريخ اصابت المفاعل ديمونه. اذا هنا يبقى التساؤل، اسرائيل تخفي الخسائر صحيح، ولكنها بعض المعلومات تستغلها لصالحها كما جرى اليوم. ننتقل إليك أستاذ فطافطة، هذه ليست المرة الأولى كما تعلم التي يقع فيها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في دائرة التضليل، فلماذا يتعمد الاحتلال دائما نشر معلومات مضللة؟ وما ردت فعل الشارع الإسرائيلي على ما ذكرته صحيفة معاريف والذي نسف رواية دولة الاحتلال؟ نعم، يعني حسب ما ذكرته صحيفة معاريف هو يؤكد ويدلل مرة أخرى على كذب الرواية الرسمية الإسرائيلية وخاصة من قبل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. هذه الرواية هي ليست الرواية الأولى الكاذبة للجيش الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر وحتى الضربة الأخيرة لإيران على إسرائيل. ما زالت الرواية العسكرية الإسرائيلية تكذب وتخفي الحقائق، وهو ما يؤكد إنجاز التعبير نظرية السلطة ونظرية الدكتاتورية والهيمنة الإعلامية للمؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام في إسرائيل. وبالتالي اليوم نتحدث أنه لا تستطيع وسائل الإعلام أن تتحدث الحقيقة ولا تستطيع أن يعني تكتب عن ما يدور من أحداث ومن وقع في داخل إسرائيل خلال هذه الفترة بسبب هذه الهيمنة العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام. بالتأكيد وبطبيعة الحال هذا يؤدي إلى إثارة الشارع الإسرائيلي ويؤدي إلى غضب في داخل الشارع الإسرائيلي، لأن الشارع الإسرائيلي اليوم لم يعد لديه الثقة الكافية والثقة المطلقة بهذه الرواية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم. مثل ما ذكرت هناك العديد من المواقف التي ثبتت عكس ما قالوا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وجاءت تصريحاته ليؤكد ويبرهن هذه التصريحات. ربما أنا أتوقع أنه ما نشرته صحيفة معاريف اليوم أو الأمس عن موضوع الأرقام وأنه 84% ما قامت به إسرائيل من التصدي للصواريخ بدل من 99% يبدو أنه لهدفين باعتقادي. يعني الهدف الأول يبدو أنه هو لتبرير لضربة ربما تكون وشيكة من إسرائيل لإيران ولإعطاء دعم أو لحشد دعم أمريكي حول هذه الضربة، وهذا ما يريد نتنياهو، وإن كانت هذه الضربة باعتقادي محدودة خوفا من إثارة المنطقة وخوفا من افتعال المزيد من المشاكل في المنطقة. هذا الهدف. الهدف الثاني حتى يعني يؤكد للداخل الإسرائيلي ويؤكد للمجتمع الإسرائيلي أن هناك خطورة وأن هذا الوضع لم يعد وضعا سهلا، وبالتالي من أجل يعني حشد الجبهة الداخلية لدعم الحكومة الإسرائيلية خاصة في ظل المظاهرات التي شهدناها على مدار 6 أشهر وتطالب الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة أو بعقد صفقة تبادل مع حركة حماس ومع الفصائل الفلسطينية في ظل عدم وجود أي إنجاز حقيقي حتى الآن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ما نادت به الحكومة الإسرائيلية وما نادى به نتنياهو وزير الدفاع منذ بداية الحرب وحتى اليوم لم يتحقق على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بأهم نقطتين وأهم هدفين لهذه الحرب وهو إطلاق سراح المختطفين والقضاء على حركة حماس. لا تم إطلاق سراح المختطفين ولا تم القضاء على حركة حماس، وبالعكس اليوم إسرائيل أصبحت في مأزق آخر، وهي أصبحت في مأزق مع إيران، والعالم كله شهد الصواريخ التي أطلقت من إيران على إسرائيل قبل عدة أيام، وهذا بحد ذاته يعني الإسرائيليون يعتبرون أن هذه الصواريخ التي وصلت إلى أرضهم والتي انطلقت من إيران هي بمثابة إهانة إلى إسرائيل، وهي بمثابة يعني تحدي كبير للقوة العسكرية الإسرائيلية التي تعتبر نفسها هي الأكثر تطورا والأكثر حداثة في المنطقة والأكثر دعما، وهذا واقع. يعني إسرائيل هي الأكثر حليف والأكثر دعم سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول الأوروبية، وبالتالي هي انزعجت من هذه الضربة بشكل كبير جدا، وهي تحاول أن تحشد العالم اليوم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توجيه ضربة رد على ما أقدمت به إيران من ضرب إسرائيل قبل عدة
الأيام، وممكن هذا ما يبرر هذه التقارير وهذه الأرقام وهذه الإحصائيات التي يعني ظهرت بعد عدة أيام. وبالتالي ربما يتساءل يعني أي إنسان لماذا لم تتحدث مع ريف منذ بداية الضربة عن هذه الأرقام، واليوم بعد عدة أيام تتحدث عن هذه الأرقام يعني. وبالتالي إذن هذا فيه شيء مستغرب، إما لدعم دولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران، أو لتعزيز الجبهة الداخلية خاصة في ظل الخلل الذي تعاني منه هذه الجبهة الداخلية منذ أكثر من 7 أشهر، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وفيما يتعلق بالجانب العسكري. كل المطالبات التي طالبت فيها وكل الشعارات التي كانت تنادي فيها الحكومة الإسرائيلية حول الأمن وحول الأمان للمواطن الإسرائيلي هي ظهرت بأنها حبر على ورق، وأنها غير دقيقة وغير صحيحة. واليوم المواطن الإسرائيلي والتقارير الإسرائيلية تتحدث أن المواطن الإسرائيلي يعيش في أسوأ أيامه من الناحية الأمنية منذ قيام إسرائيل عام 48، وهذا يدلل على حجم والمأساة الأمنية في الداخل وحجم هذا الخوف في الداخل وحجم هذه التقارير التي تحاول أن تخفف من وطأة الشارع الإسرائيلي وأن تلحم الشارع الإسرائيلي في مواجهة أي تهديد خارجي وفي مواجهة أي عمل عسكري خارجي. المؤسسة الإعلامية في إسرائيل أو وسائل الإعلام في إسرائيل ثبتت وبشكل قاطع في هذه الحرب أنها تتبع بشكل مباشر للمؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، ولا تستطيع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تتحدث وأن تتفوه ولو بكلمة واحدة دون العودة إلى المؤسسة الأمنية العسكرية. وهذا ينطبق عليها بنظرية السلطة والهيمنة وبالنظرية وما سمعنا وما كنا نتحدث عنه خلال السنوات الماضية حول وجود الحرية وحرية الإعلام في داخل إسرائيل، وأنها تتحدث بشكل حر وتنتقد. هذا ثبت أنه غير دقيق وغير صحيح، وربما إنجاز التعبير يعني أن إسرائيل اليوم من الناحية الإعلامية تعتبر من أكثر الدول ديكتاتورية ومن أكثر الدول قمعا لحرية وسائل الإعلام ومن أكثر الدول التي تفرض هيمنة ورقابة عسكرية وأمنية مشددة بشكل كبير جدا على وسائل الإعلام، لدرجة أنها لا تستطيع أن تنشر أي خبر دون العودة إلى المؤسسة الأمنية العسكرية. نعم، نعود إليك أستاذ عريقات. وفيما قد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية بأن المواقع النووية الإيرانية في أمان تام أمام تهديد الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد صرح أيضا بأن لديهم معلومات عن مكان وقوع المراكز النووية الإسرائيلية وبأن أيديهم على الزناد لضرب أهداف محددة. هل فعلا المواقع النووية الإسرائيلية مخترقة من قبل الطرف الإيراني؟ يعني بالتأكيد المواقع الإيرانية والمواقع الإسرائيلية في ظل التطور اليوم التقني والأقمار الصناعية موجودة، ولكن التحسينات هي التي مش موجودة في معلومات كلا الطرفين. يعني إيران لا تعرف عن المعلومات الإنشائية للمفاعلات النووية الإسرائيلية، وإسرائيل لا تعرف عن المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآتها عمقها وقدرتها على تحمل القذائف التحصينات وغير هذه. أنا بتقديري يعني كما تفضل الدكتور عمر، يعني إسرائيل الآن كل المعلومات التي تصدر عنها هي عبارة عن معلومات تصدر عن وسائل أمنية واستخبارية. حينما يرد الإيرانيين يردوا بناء على هذه المعلومات التي تصدر عن الوسائل، ليست وسائل إعلامية بقدر ما هي معلومات أمنية واستخبارية. ما يجري الآن من تهديد إيران لإسرائيل الرد اليوم وتهديد إسرائيل لإيران، أنا بتقديري في ظل حرب معلوماتية، في ظل قدرات ليست قليلة عند الطرفين. يعني إسرائيل لديها قدرات وإيران لديها قدرات، ولكن أنا بتقديري إسرائيل إذا ما أرادت أن تستهدف المنشآت النووية في إيران لوحدها
ثبت بالدليل القاطع يوم 14 نيسان أنها غير قادرة. ولو كانت قادرة أنا بتقديري لاستخدمت كل إمكانياتها، لأنه نتنياهو يعني حينما استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق كان المعتقد أنه يريد أن يطور المواجهة مع إيران من أجل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. ولكن أستاذ عريقات، إيران تتحدث بثقة تامة عن أمان مراكزها النووية، يعني هل هذا يعني أن دولة الاحتلال لن تستطيع الوصول إليها؟ هي تستطيع، ولكن أولا المنشآت الإيرانية النووية الإيرانية متباعدة وهي في الأعماق، يعني لا يمكن لطائرة أو طائرتين أو أربعة كما جرى في المفاعلات النووية في العراق عام 1981، يعني في عملية قصف المفاعلات النووية بالعراق استغرقت أقل من نص ساعة وكان هناك أربع طائرات نفذت، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعرف بتنفيذ هذه الضربة إلا بعد أن عادت الطائرات وكان ريغن في الحكومة وقتها. اليوم إذا أرادت إسرائيل أن تضرب المنشآت النووية الإيرانية، هي أولا تحتاج إلى عدد كبير من الطائرات وهي مش موجودة عندها، لأنها تحتاج إلى B2 وتحتاج إلى قذائف للتحصينات للأعماق GBU 57 وهذه أمريكية، يعني كلاهما أمريكي، القذائف والطائرات. هل ستزود أمريكا إسرائيل بهذه القذائف وبهذه الطائرات؟ لذلك أنا بتقديري حينما يصرح الإيرانيين يصرحوا وهم مطمئنين ويعرفون تماما أن منشآتهم النووية بعيدة عن استهداف إسرائيل لوحدها، أما إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم إسرائيل هذا موضوع آخر، علما بأنه على زمان جورج بوش الابن كان نفسه نتنياهو أعد خطة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وحينما وصل الخبر لجورج بوش الابن أرسل المعلومات الخطة المحتملة أو الخطة الذي أعدها نتنياهو لضرب المفاعلات النووية الإيرانية وحولها للمؤسسات البحثية والأمنية. هناك 16 مؤسسة أمنية وبحثية أمريكية درست هذه الخطة وخلصت بتوصية لجورج بوش الابن. مفاد هذه التوصية لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على دعم إسرائيل في هذه الضربة لأنها غير مضمونة النتائج لأسباب كثيرة، منها الدرع الصاروخي الإيراني، التطور في الصواريخ الإيرانية، القدرة الدفاعية، الطائرات، المنظومات الدفاعية، الأسلحة المضادة للطائرات، إضافة إلى يعني وجود المنشآت النووية الإيرانية في أعماق الأرض وهي محصنة أيضا ولديها دفاعات جوية ومتباعدة عن بعضها البعض، يعني أقل شيء تحتاج إلى 100 إلى 200 طائرة من نوع B2 غير F-15 والF-16 والF-35 التي ستحمي هذه القاذفات. فبالتالي نحن نتحدث عن ضربة معقدة ولا يمكن أن تتم إلا إذا يعني دعمت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في هذه الضربة. وهذا يعني أنت تقول أنه بما معناه أنه يوجد تفاوت ما بين القوى العسكرية الإيرانية والإسرائيلية. بالتأكيد، يعني إسرائيل لوحدها في مواجهة إيران لا يمكن، وخاصة المنشآت النووية الإيرانية. ويعني واضح يوم 14 نيسان لو كان هناك قدرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية لفعلت إسرائيل وفعل جيشها، لأنه نتنياهو هو الذي هدد ويهدد، وحملة الانتخابية كانت أساسا معتمدة على هذا العنصر بالدرجة الأولى، ومنع قيام دولة فلسطينية، هذين الهدفين كانوا عنوان حملة الانتخابية منذ العام 1996 وحتى اليوم يعمل على أساسهما. فبالتالي المشروع النووي الإيراني في ذهن نتنياهو وفي ذهن بن غفير وسموتريش أيضا، هذا الحلف الثلاثي الذي تم التوقيع على بنوده ومن ضمنها مهاجمة إيران، ولكنهم غير قادرين حقيقة على تنفيذه على أرض الواقع دون أن يكون هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
أشكرك أستاذ واصف عريقات، ونعود إليك أستاذ عمر. ما هي سيناريوهات الرد الإسرائيلي على ضرب المركز النووي الإسرائيلي إن حدث؟ نعم، أنا باعتقادي يعني إن حدثت هناك ضربة إسرائيلية للمنشآت أو لإيران، أنا لا أعتقد بأن هذه الضربة ستكون موسعة، أعتقد بأنها ضربة ستكون محدودة ويعني ستكون يعني خاطفة بشكل سريع كرد اعتبار لما أقدمت به إيران من ضرب إسرائيل قبل عدة أيام. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتقد وتدرك أن أي توسع عسكري مع إيران لن يكون في صالحها، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة أن إسرائيل بحاجة إلى دعم أمريكي وبحاجة إلى دعم أوروبي لتوجيه هذه الضربة. وطبعا هناك دعم أوروبي وهناك دعم أمريكي منقطع النظير لإسرائيل في كل الحالات، سواء كان في حربها على قطاع غزة أو في حربها أو في ضربتها إن قررت لإيران. لكن سمعنا التصريحات الأمريكية وخاصة من الرئيس الأمريكي وبعض المستشارين الأوروبيين يوم أمس، ودعواتهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم توجيه ضربة عسكرية موسعة إلى إيران. ربما أعتقد بأن إسرائيل ستعدل عن توجيه الضربة في داخل الأراضي الإيرانية، لكن ربما ستستمر في توجيه الضربات إلى إيران في المنطقة، أي إلى أضرع إيران في المنطقة، سواء في لبنان أو في سوريا أو في طبعا العراق. إذن بحسب توقعك إلى أين يمكن أن تصل موجات الرد ورد الفعل بين إيران ودولة الاحتلال؟ يعني ستستمر موجات الرد من خلال عمليات الاغتيال، وإسرائيل ستقدم على مزيد من عمليات الاغتيال، وشاهدنا قبل يومين عملية اغتيال أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله في منطقة صيدا، وبالتالي إسرائيل ستستمر في اغتيال كل أضرع إيران في المنطقة خاصة في سوريا وفي لبنان، و يعني تحاول تكثيف من عمليات الاغتيال واستهداف بعض اللي هو المخابئ الأسلحة في هاتين الدولتين. وربما يعني باعتقادي أنه ستقدم على توجيه ضربة داخل الأراضي الإيرانية، لكن ستكون محدودة، لن تكون موسعة خوفا من ردة الفعل الإيرانية، لأنه إن كان هناك ردة فعل إيرانية موسعة وخاصة بعد تصريحات القادة الإيرانيين الذين قالوا بأن الصواريخ التي استخدمت في الضربة الماضية هي صواريخ قديمة و ليست صواريخ حديثة، وإذا أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة جديدة إلى إيران سيتم استخدام صواريخ أكثر حداثة وستصل إلى إسرائيل خلال ثواني. هذه التصريحات تعيها إسرائيل وتعي مدى خطورتها وتعي مدى يعني خطورتها على المنطقة، وخاصة الآن إسرائيل يعني هي بحاجة إلى تعزيز الجبهة الداخلية، خاصة هناك في ظل انعدام الثقة الداخلية بالحكومة الإسرائيلية وبالمؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من 7 أشهر، لأنه لم يتم تحقيق حتى الآن أي من الأهداف. صحيح بأنه الاحتلال دمر يعني جزء كبير جدا من قطاع غزة، قتل أكثر من 110,000 بين شهيد وجريح، ودمر مباني ودمر أراضي ودمر جامعات ودمر مدارس ومعاهد وكل هذا الشيء، لكن عسكريا هو لم يحقق الهدف الذي كان يطالب به منذ بداية الحرب، هو القضاء على حركة حماس وإعادة المختطفين. لحتى الآن لم يتم إعادة المختطفين، هناك أكثر من 133 مختطف ما زالوا متواجدين. شكرا لك الأستاذ في جامعة فلسطين التقنية عمر الفطافطة على هذه التحليلات. أعزائي المشاهدين والمستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم.